قدر قدر خش 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 لا 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 خش 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 مش موجود السجن مش موجود طبعا ضيعوا مننا اكتر من نص المده النهارده اكتر من نص المده النهارده اكتر من 13 يوم بالظبط على فتح الباب ولم نحصل على توكيل نتيجه رفع الاسم السيسي دلوقتي بيرجعوا اليوم بيرجعوا الاسم النهارده عشان يبقى صعب علينا نكمل الفضائيات الفضائي 100 100 هو رئيس الجمهورية 100 100 هو رئيس الجمهورية ان احنا هنحصل على توكيلاتنا عايزين نعمل توكيل يا ريس ان شاء الله نعمل توكيل دلوقتي ان شاء الله احنا ممنوعين من التوكيلات اعتقد كل الحجج اتقالت عشان منعي اتفضل يا دكتور الفضالي يا بلاش واحد غير الفضالي 100 100 هو رئيس الجمهوريه الفضالي 100 100 هو رئيس الجمهوريه عشان نعمل توكيل من 3 ايام 3 ايام الناس تروح عشان تعمل توكيلات ويقول لك الاسم مش موجود وده مش ديمقراطيه لازم الديمقراطيه بتقول كل الناس وغير ضرب ولا تتقاطع على الناس احنا النهارده باذن الله ما حدش فينا ماشي الا لما نعمل التوكيل باذن مش راضيين مش راضيين يعملوا لنا توكيلات لا يا فندم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بالروح بالدم عاد يا ابو ظالم بالروح والدم عاد يا ابو ظالم والدم معاك يا ابو ظالم